السلام عليكم، مساء الخير عليكم كاملين اصدقاء ومتابعين المشاهدين ديال قناه اليوتيوب. تحيه طيبه لكم وتحيه طيبه لجميع المشاهدين ومشاهدات القناه على اليوتيوب. انا لي جديده من انفو. كانت قبل من هادشي كامل فكنتمنى جميع دوام الصحه والعافيه وتكونوا مرتاحين البال وتكونوا في امان. لو كنتمنى اننا يعني لي كار اللي وصل دابا تقريبا ثلاثه ديال لي كورس وما توشيناش لاكاس، دونك كنتمنى اننا نتوشوا لاكاس علاش لا غدا في لي بودوم ديال اوتي. إذن اوتوي ولا رينيو ديال اوتوي هي اللي غادي تجرب فيها الكانتي بلس ديالنا. هاد ثلاث اهداف لي بودغوم ديال اوتوي رينيو اون بروميير كورس ديال البروغرام 12:50 دقيقة هو الديبار ديال لاكورس ديالنا. اون كورس اللي غادي تكون في ديسيبلين ديال لي هي وغادي يكونوا معنا غير لي فيميل بوحدهم، دي فيميل اللي غادي يكونوا مفرقين يعني ريفيرون زائد 7 بالنسبة ل 11 الفيميل اللي غادي تكون عندها 4 سنين وزائد 9 بالنسبة ل 4 ديال لي فيميل غادي تكون عندهم 5 سنين. دونك هنا كيبان لكم ان غادي يكون يعني واحد ماتش ما بين لي 4 وما بين لي 5. دونك غادي نشوفوا واش هاد 11 فيميل ديال 4 سنين غادي يديروا لا لوا ديالهم وغادي يعني غادي يكونوا احسن من يعني 4000 فيميل اللي غادي يبقى وعندهم 5 سنين. فهادشي اللي غادي نشوفوه غدا. غادي نجريو في 3600 متر هي لا ديستونس ديال الكانتي ديال غدا. كيف ما قلت لكم 5 ديال لي بارتون فرونس قالوا كديكلار لنا ان التيران غادي يكون 4 تخي سوبل. دونك هذه هي المعطيات الاوليه بالنسبه للكانتي اللي غادي ندوزو دابا نديطايو هاد لي 15 فيميل اللي معنا في ديبار. اذا نبداو مع الرقم 1 غاردي لاموني. هاد لا فيميل ديال 5 سنين غادي تكون اول فيميل اللي عندها 5 سنين واول بارتون ديال لونطريمون ديال فرانسوا نيكول اللي عنده 3 ديال لي بارتون في الكانتي ديال غدا. فيميل اللي شفنا لا كاليتي ديالها وشفناها ربحت لنا واحد الاونديكاب كان في 5-6 في لي بودوم ديال اوتي في 3600 يعني في نفس الديكور ديال غدا وكانت ربحت لنا يعني ب 59.5 دفالور وكونفيرمات لنا عاوتاني في 14-7 من هاد الصيف هذا في ستيبل شيز. دونك ما عندها حتى شي مشكل، ربحت في ليهي ربحت في ستيبل شيز دونك عندها لا كاليتي. الاشكال اللي غادي يكون عندها غدا بالنسبه لهاد لا فيميل هادي انها غادي تجري اول كانتي ليها بهاد البوا هذا ديال 62.5 دفالور، واش غادي تخلي لها ان شونس ولا لا؟ يعني 71.5 كيلو ماشي سهله انها ديرها في لودو ديالها وتهزها يعني معاها. غادي نطونتي دوزيام شونس فيها شويه ديال لو ريسك لان هاد لا فيميل عندها لا كاليتي، مي 71.5 كيلو بلوكاتني شويه وخلاتني نعطيها دوزيام شونس. الرقم 1 غاردي لاموني. رقم 2 لينا غي فيميلا ديال 4 سنين وغادي تكون اول 4 خو معنا في الديبار ديال غدا. كيما قلت لكم كاين ماتش وسط ماتش، يعني كاينين 11 الفيميلا عند 4 سنين غادي يجريو كونتر 4 ديال الفيميلا اللي عندهم 5 سنين. فهنا غادي نشوفوا يعني واش هاد الخيل ديال 4 سنين غادي يسالو كلهم في لاريفي ولا ممكن نشوفوا شي 5 ياخذ اون بلاص في لاريفي ديال الكانتي. المهم نرجعوا للرقم 2، هاد لا دوزيام بارتون ديال لونطريمون ديال فرانسوا نيكول اللي كيما قلت لكم عنده 3 ديال لي بارتون عندها لا كاليتي. شفنا خدات لنا اون دوزيام بلاص واحد الجروب في 29/4 في البودغوم ديال كومبيان فكتبان ان عندها لا كاليتي من 22/5 وهي مقفله كومبيتيسيون دونك غادي دير لا رونتخي ديالها. نقدو نزيدو على هادشي كامل اول اونديكاب كانت ليها ب 63 دفالور مادام ان عندها 4 سنين. يعني كاين شويه ديال علامات استفهام بالنسبه لا رونتخي بالنسبه لا فالور واش فيزينا هاد لا كورس هادي ولا لا. فهادشي كامل غادي يخلينا نعطيها دوزيام شونس. الرقم 2 لينا غي وخا لا مون ديال يعني لو كراك بارتون لي ستراد دوزيام شونس. رقم 3 اكيلا دي سوي، هاد لا فيميل ديال 4 سنين غادي تكون اول بارتون ديال لونطريمون ميغيل سيغور اللي تا هو غادي بريزونت لنا جوج ديال لي فيميل في الديبار ديال كانتي ديال غدا. فيميل اللي تاهي بالمناسبه غادي تجري اول اونديكاب ليها ب 61 دفالور. فيميل اللي تاهي بينات على لا كاليتي وشفنا انها يعني قبل ما توقف لا كومبيتيسيون ما بين شهر 5 وشهر 8 فشفنا كانت كتاخذ دي بلاص يعني في شهر 3 في شهر 4 كانت كتاخذ دي بون بلاص في هاد لا ديستونس ديال 3600 في البودروم ديال اوتي. دونك ما عندها حتى شي مشكل مع هذا الديكور اللي غادي تلقى غدا، مي كتبقى ان دوزيام كورس ابخي غونطخي بعد ما كانت موقفه لا كومبيتيسيون من شهر 5 لشهر 8. كنظن ان ميغيل سيرور هادي احسن شونس عنده غدا في الكانتي هي الرقم 3 اللي كوميم غادي نطونتي مع ان بروميير شونس اكيلا دي سي بروميير شونس. رقم 4 كولينا اس فيميلا ديال 4 سنين غادي تكون ثالث واخر بارتون ديال لونطريمون فرانسوا نيكول. فيميلا اللي يلاه عندها 6 ديال لي كورس في لاكارير ديالها مي 3 ديال لي فيكتوار من هاد 6 ديال لي كورس. فيميلا اللي عندها لاكاليتي عجبتني بزاف صراحه لا فيكتوار اللي كانت دارتها لنا في 29/4 في البودغوم ديال كومبيان وكانت ربحت لنا واحد لا فيميل سميتها ليتمي لوف. هاد لا فيميل ليتمي لوف شفناها مؤخرا في 19/7 ربحت لنا جروب 3 في البودغوم ديال اوتي. دونك لا لين كانت مزيانه مادام ربحت لنا ليتمي لوف فكيبان ان عندها لا كاليتي.
كنظن انها غادي تكون احسن شونس بالنسبه لونترينمون ديال فرانسوا نيكول اللي غادي نطونتي مع لوجيك بروميير شونس رقم 4 كلنا اس. رقم 5 جيلون سبور، هاد لا فيميل ديال 5 سنين، فيميل اللي حتى هي كونفيرمات واكدت لنا ان عندها لي مويان وعندها مؤهلات يعني مزيانه مادام انها شهر 3 في 28/3 بالضبط في هاد لي بودروم ديال اوتي وفي هاد المسافه ديال 3600 شفنا كتاخذ لنا ان 3 بلاس فواحد الاونديكاب 58 ونص في لا ديسيبلين ديال اللي هي فكونفيرمات لنا. وفي لا كونتري ديال اللي كانت في الواحد بواحد تسعود من هاد الشهر بعد ما كانت موقفه لا كومبيتيسيون من شهر 4 وخدت لنا ان دوزيام بلاس، كتبان لي ان دوزيام بلاس فالابل مادام انها سالت لنا ورا واحد العود ولا ورا واحد لا فيميل سميتها وونت اوف نيل اللي عندها لا كاليتي ودونك لا لين كانت مزيانه. فكنظن ان هاد لا فيميل عندها لا كاليتي مادام انها كتجري مزيان في البودروم ديال اوتي ودارت ان كونتري مزيانه، فتا هي غادي نعطيها ان بروميير شونس لوجيك لهذا الرقم 5 جيلون سبور بروميير شونس. رقم 6 اي دونور، هاد لا فاميل ديال 4 سنين لا كازاك ديال اغا 200 فوار ولا موديل كليرمون ولا عفوا كليمون لوفيفر، هاد لا فاميل هادي اللي حتى هي شفنا لا كاليتي ديالها وشفنا لا 5 بلاص اللي خدات لينا في 12/6 في لي بودروم ديال اوتو قبل ما توقف لا كومبيتيسيون ديالها، كان جروب 3 هذاك النهار. مي فهمنا اللي كنظن انها عندها لا كاليتي، مؤخرا شفناها في لالين ولا لا كورس ديال واحد سعود اللي كانت في هذا التيران هذا وفي هذه المسافه هذه ديال 3600 متر وخدت لنا ان سيزيام بلاس، كنا كنتمنوا انها تسالي شويه قريبه مادام هذيك لا كورس كان فيها جيلون سبور غاردي لا موني جيمويو اللي غنتكلم عليه من بعد. فكنظن هاد لالين كانت مزيانه اون غونتخي لوجيك دوموند باش تسوفلي في يعني في يعني في لي دو ديغنيي. فغدا ممكن اننا غادي نشوفوا الفغي فيزاج ديال هاد ايدونور اللي غادي نطونتي مع بروميير شونس رقم 6 ايدونور بروميير شونس. رقم 7 ابي روك، فاميلا ديال 4 سنين، فاميلا اللي تاهي وقفات لا كومبيتيسيون من شهر 6 وشفنا لا غونتخي ديالها في الكانتي بلوس ديال 7 سعود اللي كان في لي بودروم ديال اوتوي في 3600 متر. كان كانتي بلوس هذاك النهار دونك ما كملاش الباركور ديالها واغيطات يعني الباركور. ما عرفتش يعني شنو كان المشكل هذاك النهار، واش من لا غونتخي لان كانت دايره ان غونتخي هذاك النهار ولا من لا فالور ديال 61 اللي كانت بالمناسبه اول كانتي بلوس لها بهذيك لا فالور. دونك لي زونديكابور دار واحد لو جيست ونقصوا ليها شويه دابا في لا فالور وصلت عندها 60، ولكن لا فورم ولا لا غونتخي ما عرفتش يعني شنو كان المشكل في 7 سعود اللي غادي نعطيها ان دوزيام شونس ونبغي نشوفها كيفاش غادي تجري غدا. دونك دوزيام شونس لوجيك بالنسبه لي لهذا الرقم 7 ابي روك. رقم 8 نيلياس، فيميلا ديال 4 سنين، لونترينمون ديال ارنو شاي اللي غادي بريزونتي لنا هاد لا فيميل، هادي فيميلا اللي حتى هي غادي دير لا غونتخي ديالها من 5/6 ما شفناهاش في لا كومبيتيسيون يعني من لا 3 بلاص اللي كانت خدتها لنا في واحد ليستد ريس في لي بودروم ديال اوتوي وكان يعني في ستيبل شيز. دونك غدا غادي دير لا غونتخي ديالها وغادي ديرها في ليهي دونك ان ديسيبلين اللي نقدر نقول انها دارت فيها بدايات مزيانه في البدايه ديال لا كارير ديال العام اللي فات في اوتيو في بوردو البوسكا. ما عرفتش يعني واش بيزين هاد لا كورس هادي فالور ديال 60 حتى هي غادي تجربها اول مره في الاونديكاب، كاين شويه ديال علامات استفهام فهداك الشيء علاش غادي نعطيها دوزيام شونس ونحطها في الخانه ديال اون كادنون بارتون اللي اس رقم 8. رقم 9 جونتا بوست ولا خونتا بوست، فاميلا ديال 4 سنين، هاد لا فاميلا هادي اللي صراحه يعني من شهر 3 يعني من اللي رجعت لا كومبيتيسيون هاد العام هذا ما شفناش شي حاجه كبيره، فشفناها كتاخذ دي بلاس بعيده يعني على الخيل اللي تكلاسو في لاريفي، ما عرفتش شنو هو المشكل اللي عندها. شفناها في 22/7 في لي بودروم ديال كلير فونتين اريتات وما كملاش الباركور ديالها، شفناها في 14/8 في لي بودروم ديال دياب طومبي يعني طاحت لنا وما كملاش الباركور ديال. دونك ما نقدش انني نحكم عليها ويعني نعرف لا فورم ديالها فين واصله لان في كل مره ما كتكملش الباركور ديالها. دونك غدا غادا ترجع لهاد ديسيبلين ديال ليهي اللي سبق لها ربحت فيهم جوج ديال لي كورس يعني في البدايه ديال لا كارير ديالها العام اللي فات في اوتوي وفي كومبيان، ولكن هادشي كنظن ما غاديش يشفع عليها وغادي نعطيها ان دوزيام شونس رقم 9 جونتا بوست. رقم 10 ميلوس، فيميلا ديال 4 سنين، لامون ديال فيليكس دو جيل، هاد لا فيميل هادي اللي غادي دير بالمناسبه لا غونتخي ديالها يعني ما شفناهاش من المو دافغيل من شهر 4
ما شفناش في لا كومبيتيسيون، كنظن على ان لونطوراج ديالها غادي يدير ان رونتري نورمال وغادي يحاول ما امكن انه يخليها في المود بريباراسيون، مادام اننا كنتكلموا على واحد لا كورس غادي تكون عندها يعني في 10 من الشهر الجاي، فكنظن انها تكون على الاقل ان كورس بريباراتوار لهاد لا فيميل هادي اللي غادي تكون بلا بيه في الكانتي ديال غدا ميلوس رقم 10. رقم 11 فولي باساجير، هاد لا فيميل ديال 5 سنين، لونترينمو ديال مارسيل غولون ولا مود ديال لودوفيك فيليبيرون اللي غادي يكون هو البارتنير ديالها غدا. فيميل اللي كتريبيتي تقريبا كاع لي كورس ديالها، يعني ملي كانت في لافالور ديال 51 فاش شفنا تقريبا كدير كاع لي كورس ديالها وكتسالي ديما تقريبا مع الثلاثه الاولين، وكونفيرمات لنا في الكانتي ديال 29/6 في الاوتوي في 3900، وكونفيرمات لنا من وراها وربحات لنا في الكلاغ فونتين دو فيل في 29/7 الاونديكاب ديال بال 51 فالور وتبيناليزات لوجيكمون وطلعت 54 اللي واخا هكاك بقات مكمله في لافورم وخدت لنا بها ان دوزيام بلاس يعني في لالين ديال واحد تسعود عفوا ماشي لالين ديال يعني ان لين وحده اخرى اللين اللي كتبان ليا لوجيك لان سالات مع خيل اللي كنعرفوهم حتى هما عندهم لا كاليتي. دونك هاد فولي باساجير كتبان لي عندها ان توت بروميير شونس باستثناء كيف ما كتعرفوا ديما لي كورس كتكون ديك، ولكن عندها 5 سنين، كاينين 11 ديال لي فيميل عندهم 4 سنين، دونك كاين ماتش وسط ماتش، غادي نشوفوا هاد لا فيميل ديال 5 سنين واش غادي تكون يعني صحيحه على لي فيميل تاع 4 سنين ولا لا، مي سيغ لو بابي وعلى الورق كتبان بروميير شونس الرقم 11 فولي باساجير. رقم 12 جيمويو، هاد لا فيميل ديال 5 سنين، فيميل اللي تاهي كتبان على انها كتريبيتي تقريبا كاع لي كورس ديالها، وتاهي شفناها في لا كورس وفي لا لين ديال واحد تسعود اللي كانت في لي بودغون ديال اوتي في 3600 متر وخدت لنا ان سانكيام بلاس هذاك النهار ورا جيلون سبور اللي تكلمت عليه، كارد دي لاموني اللي تكلمت عليه، واي دونور اللي تكلمت عليه توا. دونك ديك لا لين ما عرفتش يعني واش غادي تكون صحيحه ولا لا، مي صراحه عجبتني لان صراحه ان كورس كانوا فيها تاهي لي 5 وكانوا فيها لي 4، وشفنا ان لي 5 تقريبا يعني كانوا صحاح، وان فيميل وحده اللي عندها 4 سنين استخدام هي اللي خدت لنا ان ثروزيام بلاس، ولكن ابار هادشي لي 5 فكانوا اون فورم وكانوا تقريبا مع الخمسه الاولين، فاعتمدت بزاف على هاد لا لين ديال واحد تسعود، وغادي نعطي ان بروميير شونس جيمويو رقم 12 بروميير شونس على حساب لا لين ديال واحد تسعود. رقم 13 فيلا فلورنتين، هاد لا فيميل ديال 4 سنين غادي تكون ثاني بارتون ديال لونترينمون بيكل سيغور اللي عنده جوج ديال لي بارتون في الكانتي كيف ما قلت لكم في الديبار ديال الاناليز ديالي. فيميل اللي هاد العام جرات لنا جوج ديال لي كور، شفنا في ليون باغي في شهر 6 وشفنا في شهر 8 في الكلاغ فونتين دو فيل، سالت لنا 5 و طومبي في لا ديرنيير كورس، ففي هاد لي كونديسيون هادو فتاهي غادي تكون بلا بيا هي والرقم 10 الرقم 13 فيلا فلورنتين تاهي غادي تكون باغمي لي مور بالنسبه ليا. رقم 14 فالونتين، فيميلا ديال 4 سنين لونترينمون ديال سيلفان ديز، هاد لا فيميل هادي اللي كنشوفوها حتى هي باقا كتقلب على لا فيكتوار ديالها، يعني بعد 7 ديال لي كورس مجردين في لا كارير ديالها باقا ما دازتش يعني في البوطو هي الاولى، فكتاخذ دي بلاس وشفنا دي بلاس كتاخذهم لينا يعني في دي زونديكاب، شفنا في 28/3 في هاد الباركور هذا خدات لنا ان 5 بلاس في الكانتي ديال 29/4 في الكومبيان ان 7 بلاس كانت قريبه انها تسالي في لاريفي ديال الكانتي، في الشهر 5 3 بلاس في اوتينيت في الباركور اللي غادي نجريو فيه غدا، فكنظن انها كيبان على انها عند المؤهلات باش انها تاخذ ان 4 بلاس، ولكن هادشي كامل الا كانت بريبارات لهاد لا كورس هادي لانها غادي دير بالمناسبه لا غونتخي ديالها من شهر 6 ما جراتش. في البات تابلو 55 اونس د فالور 4 5 كتبان لي فالابل هاد الرقم 14 اللي غادي نطونطي مع بروميير شونس فالونتين رقم 14. اذا نكملوا مع رقم 15 فيومي سينا، هاد لا فيميل ديال 4 سنين لامون ديال ناتالي دي سوتير، هاد لا فيميل هادي اللي يلاه عندها ثلاثه ديال الكورس عفوا في لا كارير ديالها وكلهم يعني كانوا في البدايه ديال العام في الميتينغ ديال لي بودغوم ديال بو، وشفناها في الواحد 3 في لي بودغوم ديال اوتي، دونك لحد الساعه ما شفناش شي حاجه كبيره، غادا دير لا غونتخي ديالها، غادا دير البدايه ديالها في لي كانتي، غادا دير البدايه ديالها في لي زونديكاب، فتاهي غادا تكون هي والرقم 10 والرقم 13 باغمي لي مور في الكانتي ديال غدا بالنسبه ليا وعلى حساب يعني لاناليز ديالي، دونك باغمي لي مور الرقم 15 في يومي سينار الرقم 15. إذن أصدقاء متابعين المشاهدين ديال قناة اليوتيوب الأناليز ديال كانتي راها سالات، كنتمنى أننا كيف ما قلت لكم وصلت لواحد ليكار ديال 3 ديال لي كورس لا صوت لا صورة، فكنتمنى أنني نتوجي لاكاس غدا ونرجعو الكونتور أزيغو، فهادشي اللي كاين، كنتمنى لكم حد موفق، كنتمنى الجميع بون شونس وبون كانتي، وبسلام عليكم إي باي باي.